ترجي والراجا خاوة خاوة كتجمعهم مش حالة دي ألترا جرين بويز مع ألترا زاباتيستا هما إخوة مش حالة دي من 2007 فاش من 2006 ل 2007 لعبنا معاهم في الرباط وبقات علاقة أخوية والحمد لله جمهور الراجا عنده علاقة أخوية مع جميع الألتراج وبيبا الراجا بيبا الراجا ديما الراجا خويا احنا وخيين احنا ما يهمنيش مش يصير الداخل في التيرا احنا وخيين البر تربح الترجي ولا تربح الرجاء ما يقلقناش احنا وخيين المفيد اللي يكور مليح اليوم يستحق يربح ترجي دولة تعرف زطلق ماتش اليوم غادي يكون لقاءين رد الاعتبار الجارة وثلاث نقاط والله يفرحوا بينا على الاخر خويا جمهور الرجاء يعطيه الصحه وخيان عباره في بلادنا راه ولا ما حسيناش بالغربه جمله هنا في الترجي يعطيهم الصحه جينا على ماتش كوره ان شاء الله يتعدى مزيان روتور في الترجي مرحبا بكم في تونس نفرحوا بكم على الاخر غاديك يعطيكم الصحه ترجي يا دوله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.